إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والطاعة، أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وأسكنها قلب المحب، وإنه ليتعب من حمل القميص ويألم. قمة العظمة أن يحبك الناس والعداء يلمزوك، ونهاية الرفعة أن تحقق رسالتك وقد التف بك شانئوك. فتعالوا مع العظمة في أسمى صورها، مع القمة في أبهى حللها، مع الرجل الذي أحيا الله به البشرية وأخرجها من الظلمات إلى النور. فالحياة في ظلاله حياة، وأرض لا ترتوي بهديه رمس وقبر. فيا آذان أصغي، ويا قلوب تجمعي، ويا مجالس تزيني بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن الرجل الذي أحبه الله واصطفاه وأكرمه واجتباه وجعله نوراً يهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو أعظم إنسان في تاريخ الإنسان، على بأمر ربه، بأمر ربه شأنه، وملك شغاف القلوب اسمه ورسمه، علو في الحياة وفي الممات. لحق أنت إحدى المعجزات، لقد عرف التاريخ كرم حاتم وفصاحة لبيد وحلم قيس وشجاعة عنترة، ولكنها كلها شخصيات طاشت وتلاشت أمام كمال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم عالما في فرد، فكان بذلك فردا في العالم. لقد أذهلت شخصيته المنصفين، فها هو أحد النصارى يعبر عن رأيه بكل تجرد فيقول: إن إلقاء نظرة على شخصية محمد تسمح لنا بالاطلاع على عدد كبير من المشاهد. فهناك محمد الرسول والمجاهد، ومحمد الحاكم والقاضي، ومحمد الخطيب والمصلح، ومحمد ملجأ اليتامى ومحرر العبيد وحامي المرأة، ومحمد العابد لله. كل هذه الأدوار الرائعة تجعل منه أسوة للإنسانية. نتحدث عن هذه العظمة السامقة والقامة الشامخة في وقت يتجدد فيه التسافل على مقام القداسة المحمدية، دافعها العداوة الدينية ليس إلا. وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعجم البيان ويقف اللسان ويكل البنان عن الإحاطة بالعظمة المصطفوية واستقصائها، ولكن حسبنا إشارات قليلة من خلاله الجليلة. وإذا ما عجزت عن بلوغ النجم في ذراه، فلن أعجز عن الإشارة إلى النجم في سراه. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، حسبكم شرفا وكفاكم فضلا أن الله كتب لعبده من الرفعة والخلود ما لم يكتمه لبشر قبله ولا بعده. تقاصرت المدائح في نعته، وعجزت القصائد عن بلوغ عظمته، وتزينت الأرض بعد مبعثه وإشراقته على اسمه على كل المنابر والمنائر. فلا تمر لحظات إلا ونداء شهادة الآذان يجلجل في الآفاق، حتى لكأنما الأرض كلها تهتف بمحمد صلى الله عليه وسلم. اخترق كلامه حجب الزمان، وبلغ خبره السهال والجبال، وما ترك الله بيت مدر ولا وبر إلا تشنف أهله بسماع أقواله، ولامست بشاشة الإيمان قلوبهم
حين سماع أخباره أحبه الله واجتباه ومنحه من الخصائص وأعطاه، فجعل الإيمان به مقروناً بالإيمان بالله تعالى، وجعل رسالته رحمةً للعالمين، وتكفل الله بحفظه وعصمته، وأقسم بحياته وبلده، ولم يناده باسمه بل نهى عن رفع الصوت فوق صوته، وأكرمه الله تعالى بالإسراء والمعراج حتى سمع صريف الأقلام، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أول من يبعث يوم القيامة، وهو إمام الأنبياء وخطيبهم إذا وفدوا، وهو أول من يجيز الصراط، وهو أول من يقرع باب الجنة، وهو أول من يدخلها، وهو أكثر الناس تبعاً يوم القيامة. وأكرمه الله تعالى في دنيا الناس فخصه بالمعجزات الخارقات، فنطق له الحجر والشجر، وانشق لأمره القمر، وسبح الطعام بين يديه، وحن الجذع شوقاً إليه، وأخبرته الشاة المسمومة خوفاً عليه، إلى غير ذلك من المآثر والفضائل التي يطول سردها وعدها. إخوة الإيمان، وتتجلى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بأمته وشدة محبته بهم، فقد كان يحمل بين جنبيه قلباً رقيقاً وحناناً دافقاً، كم ترقرقت دمعاته شفقاً على أمته، وكم تلجلجت دعواته رحمةً بأمته، رأته العيون رافعاً يديه والدمع ساكب على خديه، وهو يلح على ربه: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فلم يخفف لوعة حرصه وخوفه على أمته إلا وعد ربه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. كم سمعته الآذان من مرات وهو يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا. بل كان ينهى الناس عن كثرة السؤال خشية أن يفرض على أمته ما يشقهم، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ملامح العظمة المحمدية أن الله جل جلاله جمله بأكمل خلقة وأحسن هيئة، فصورته تجذب الأنظار، ومظهره يدل على ما في مخبره من الصدق والإخلاص. رآه عبد الله بن سلام قبل إسلامه فجعل يدقق النظر في وجهه فقال: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. رأته عجوز أعرابية فقالت تصفه وهي لا تعرفه: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه وسيم قسيم، وأجمل منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقه الله على أكمل صورة حجة لرسالته، وأدعى لقبول دعوته، وقطعا لفرية كل شانئ، وإسكاتا لإفك كل مبغض طاع. وتبرز العظمة المحمدية وتتجلى في أخلاقه ومكارمه، فقد أسر الأرواح بأخلاقه وكسب القلوب بحسن معاملته، فكم من عداوات في الصدور قد استلت بسبب هذا الخلق العظيم. فهذا أبو سفيان الذي طالما أعلن العداوات وحاك المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا سنوات معدودات إلا وتتغير تلك الضغائن المتراكمة إلى حب عميق ومودة متجذرة، حتى قال عن نفسه: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمدي كالمدلج الحيران أظلم ليله. فهذا أواني حين أهدي وأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني إلى الله من طردت كل مطردي. إخوة الإيمان، لا أنسى إن نسيت ذلك الموقف الكبير الذي يدل على كذا صفات حميدة، موقف العظمة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة منتصرا، حينما طأطأت الرؤوس وأرخيت أعنة القوم، ما قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فإذا عفوت فأنت أم أو أبو، هذان في الدنيا هما الرحماء. إن الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ولا ينتهي، فمن أي شيء نأخذ ومن أي شيء ندع، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه. واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، كم قال عنه من صاحبه وجالسه: كان أحسن الناس خلقا. أما الكرم فسبحان من خلق الجود ثم سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصف من رأى ذلكم الجود بأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ما رد صلى الله عليه وسلم محتاجا ولا نهر سائلا، بل حتى الثياب التي عليه
إذا سئل إياها بذلها لمن سألها، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. كان عليه الصلاة والسلام لين العريكة، سهل المعاملة، تأخذ بيده الجارية لحاجته فيمشي معها، يسلم على الصبيان ويداعبهم، ويحمل الأطفال ويلاعبهم، يجيب دعوة من دعاه، ويقبل الهدية ولو قلت، وهو الذي يقول: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهديت إلى كراع لقبلت. كان عليه الصلاة والسلام يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، ويحض على كفالة الأرملة واليتيم. لم يتميز على أصحابه بمجلس، فكان يأتي الغريب فلا يعرفه بين الناس إلا حين يدل عليه، وكان ينهى أن يتمثل الناس له قيامة. وقف أمامه رجل فأخذته رعدة، فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. كان عليه الصلاة والسلام أعف الناس لسانا وألطفهم كلاما، ما كان فاحشا ولا متفحشا، ولا سبابا ولا صخابا، ولا لمازا ولا لعانا. كان يتدفق أدبا وحياء، إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. كان من أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس، كان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس. يصبر على أذية من آذاه صبرا لا يطاق، ويحلم على الجاهل وإن كان من أهل السفاهة والشقاق. عرضت عليه بطحاء مكة ذهبا فردها، لأنه يريد عيش الآخرة، والآخرة خير وأبقى. لم يتميز على الناس بطعام ولا لباس، كان يرضى باليسير ويضطجع على الحصير. عرف الجوع وتأقلم معه، وقرقر بطنه منه أيام وأيام. كان يمر الأسبوع والشهر وليس في بيته طعام إلا التمر والماء. ما شبع ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى فارق الدنيا. هذا هو رسول الله، هذا هو خير من أقلته الغبراء وأضلته الخضراء، هذا خير الأرض والسماء. ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا؟ والله في القرآن قد زكاك، ماذا يفيد الذب عنك؟ وربنا سبحانه بعيونه يرعاك، فالغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم غفت بك عيناك. سبحانه أعطاك فيض فضائل، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك. الله أرسلكم إلينا رحمة، ما ضل من تبعت خطاه خطاك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان والطاعة، ومن أسرار عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع كل حادثة شتم وإساءة تنال مقامه الشريف نرى القلوب تمتلئ حبا له، والصدور تغلي حنقا وغيرة عليه، وقد تصحو القلوب إذا استفزت، ولفح النار يوقظ من سباتي. ولئن احتمل المسلمون ألوانا من البغي ومرارات من الاضطهاد، فلا ولن يوجد فيهم من يحتمل المساس على مقام محمد صلى الله عليه وسلم إلا من نزع الإيمان من قلبه. وتبرز مع حوادث التسافل والبذاءة عظمة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثرة السائلين عن دينه والداخلين في شريعته. فهل أسلم حمزة يوم أسلم إلا حين شتم ونيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع تتابع حوادث السب المتفرقة، ها نحن نرى في عصرنا اليوم استنفار الدعاة والغيورين والمحبين في التعريف بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فطبعت ملايين الكتب وأنشئت عشرات المواقع تدافع عن عرضه صلى الله عليه وسلم، وتبرز للعالمين والجاهلين بعضا من حقيقته وعظمته. فكان لهذا التحرك والذي ما حركه إلا سفاهة المستفزين الأثر الكبير في انتشار دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتمدده في الأصقاع. فأي عظمة أجلى وأعلى من هذه العظمة؟ وتبرز عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم في دفاع الله تعالى عنه، فالله الملك الجبار القهار تكفل بالدفاع عنه، فبتر شانئه وقطع دابر من عاداه وآذاه. إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟
تطاول عليه الكفرة المشركون ونبزوه فخسروا وقتلوا، وتعدى عليه المنافقون ولمزوه فذلوا وفضحوا. يا ناطح الجبل العالي ليثلمه، أشفق على الرأس أتشفق على الجبل. وبعد يا أهل الإيمان، نعم للغضب على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم للحنق من سفالة الكفرة المتسافرين، وهذه الغيرة والحمم الصدرية من العمل الصالح المأجور، ولكن أجمل من ذلك وأنفع أن تتحول هذه العاطفة إلى واقع عمل بالتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وارتباط الأمة بهديه وسنته وخلقه ودعوته. فأعظم ما يغيظك هؤلاء الكفرة الشانئين الشامتين أن يروا نور محمد صلى الله عليه وسلم يعلو في الآفاق. فيا كل صاحب لسان وقلم، ويا كل أب ومرب، هذا أوان الدفاع عن العرض الشريف، فكونوا دعاة لسيرته، حماة عن شريعته، وتواصوا على هذا النهج والخير دهركم، فأنتم والله على خير وإلى خير. هي دعوة شعبية سلمية، لا الشجب يطفئها ولا الأعذار، هذا جواب الشعب رغم هوانه، وغدا يجيب الواحد القهار. اللهم إنا نسألك باسمك العلي الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من حزب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنته ومن المقتفين لأثره. اللهم لا إله إلا أنت، كتبت أن تفرق بيننا وبينه في دار الدنيا، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اجعلنا من حزبه، أدخلنا مدخله، أدخلنا مدخله، احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجعلنا من حزبه، اللهم اجعلنا من حزبه، اللهم أسعدنا بشفاعته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، يا من لا تخفى عليه خافية. اغفر ما كان منا في الخلوات والجلوات مما لم يطلع عليه إلا أنت، يا حيي يا ستير يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، يسر أمورهم، اشرح صدورهم، أعلي مقامهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم أصلح شأنهم، طمئن أفئدتهم، وصحح أبدانهم. اللهم أكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تمنعهم، وزدهم ولا تنقصهم. اللهم اجزهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اشملهم بعفوك يا كريم، اشملهم برحمتك يا رحيم. إلهنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أبرم لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب ويهدى فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن المقتفين لأثره يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم عليك بكل المعتدين، اللهم عليك بكل من استهزأ بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم هتك أستارهم واكشف عوارهم وشل أيمانهم، اللهم هتك أستارهم واكشف عوارهم وشل أيمانهم، وأخرس ألسنتهم يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين، عبدنا لك وذللنا لك، واستعملنا في طاعتك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق لي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والفساد يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وعترته.